حاليا يا جماعة الخير داخلين إلى منتزه جوافة في منطقة الإحساء. طبعا التذاكر تكون دينار أو 10 ريال لكل فرد، أما الصغار فإنهم يدخلون مجانا. قصرتنا شوي، جزاها الله خير الكيشر هني، احنا دفعنا حق 4 اشخاص قصروا لنا كم فلس. وهذا هو شعار الحسا، اي لاف الحسا. هذا هو المدخل مال جوافة، هاي صوب المدخل. تشوف هالاماكن حق هالالعاب، شوف عصائر جوستاين كلاود، كلها اماكن حق بيع الوجبات السريعه. وهني البحيرة، النافورة والبحيرة. الله، شوف النافورة اللي في النص، هذه هنا مجسمات للطيور. منظر عام للبحيرة. هذه هنا ابو حسين قاعد يصور، بيوثق بعد له اهله. حج خليل، وايش رايك يا حج خليل في البحيره؟ ابو حسين صراحه المكان شرح زين، مكان شو اقول لكم، مو مسكت الصراحه، يصلح حق عوائل، يصلح حق عوائل، والجو نقي، الجو وايد نقي، وفي اشياء وايد حلوه حق الاطفال وحق. وايش رايك في شو اسمه رسوم الدخول، زين والله غالي والله؟ لا زين بالنسبه لنا احنا، زين دينار ومية. ايه زين ايه يعني، ايه زين يسوى، تسوى يعني دينار ومية رسوم الدخول. مرحبا شباب، يعطيكم العافية. وصلنا إلى أهم مكان في هذا اليوم، وهو منتزه جوافة. راح نغطي لكم المنتزه قد ما نقدر، لأن الجية الهدف منها هذا المكان. طبعا سعر الدخول بيكون دينار و100، والصغار بيكون مجان. حياكم. هذه ما كان موجوده، حديقه الطيور هي مستحدثين. حديقه الطيور الحين لا زالت ما دمت تفتح، متى فيها من عمر احنا ولا تعال شوف هالورود لا الحين مي مفتوحه، خليل اكو حاطين مسكرين الباب. ما حطوا فيها طيور؟ بلا فيها طيور كانوا يعطونهم. اكيد اكيد، بس الحين مسكره. يمكن في الليل يفتحونها. تمام، شوف سلام، خلنا نشوف مني شوي.
قلت ما تروحين تخلف اديتني. مكان جميل فيه مسطحات خضراء للاستراحة حق العوائل. أحد الألعاب اللي موجودة هنا وهذاك البيت الهزاز في الصورة. هذه هنا راح تكون واحة فيها طبعا خيام هناك. وزيس جوافح ساحة جوافح. وهذا ولين البوني وهذاك الخيل طبعا هذا الجمل تركب عليه ما ادري كم. راح نسأل لكم طبعا عن اجرة الركوب. لكم دولين؟ لكم؟ كم الركوب؟ الصغير حتى هذاك بعد؟ كلهم 10؟ حتى الجمال؟ بالعافية عاد. تفضل فضلك حبيبي. يقول لكم كله ب 10 ركوب 10 ريال صغير كبير جمل حصان كل 10. على شجره الكنار وسموك اذا تبدا يا حبيبي يقعدونها. انا قدام على وهذه غابات الامازون. قول لي هاي الشجره شنها بالضبط؟ يعني تشبه الكنار ومو كنار. الله غابه ما شاء الله. مكان حق العوائل صراحه يصلح حق يعني اللي هو استجمام يصلح حق تجمع العائله هني. شوف شلون كان حلو. بنروح بس نصور ونجي. منتزه جواثة شباب أجمل مصيف طبيعي في المملكة. مكان جميل صراحة. هنا تستأجر هالدراجة وتطلع فيها جولة. وهنا مكان او ركن الاطعمه. شوف كل الاطعمه هنا. كل الاطعمه هنا طاولات فشكات حق تناول لا الاطعمه الخفيفه والسريعه. شوف الأكاسيا شلون. جولة شباب في هذا المنتزه. المنتزه كبير ترى مو صغير. ما راح نغطي جزء منه. كان مسطحات خضراء حق الجلسات. شوف العوائل شلون قاعدين مستانسين. ما
منطقة جواثة شباب تعتبر العاصمة القديمة لمحافظة الإحساء، وتشتهر بوجود مسجدين أثريين، مسجد عبد القيس ومسجد جواثة، والذي أقيمت فيه ثاني صلاة جمعة في الإسلام. يضم المنتزه أكثر من 20,000 شجرة إلى جانب المسطحات الخضراء، إضافة إلى البحيرة التي تتوسطه. تركب هذا الدرج زين وتروح هني جلسات فوق، هاي حلو. هذا المكان هني كله بوفيات ومقاهي ليلية، مكان جديد تم اضافته مؤخرا على الحديقة او المنتزه، جميل جدا. هاي طاولات حق قاعدة هني، عندك من الفترة المسائية لفي الليل يا اقعدوا واستانس. شوف المكان هذا حلو، ها حق المشاوي. شوف مشاوي هني، حق المشاوي هني، شوف هذا هو المدرج اللي يحيون فيه، يحيون فيه الحفلات والمهرجانات. الحين راح نصور لكم، هذا يسمونه منطقة المدرج. شوف مدينة جواثة السياحة، هذا هو المدرج، جميل جدا. مهرجانات، حفلات، سهرات في هذا المكان يتم إحيائها. هذا حيام أبو محمود مستانس. لا والله خوش حديقة الصراحة، أنصح بزيارتها. وليكم المكان جميل ويستحق الزيارة. يستحق. نعم. هذه هذولين بعد البوانيش تشوفونهم الصغار دولين مغطيين، الله أكبر. هذولين بعد تقدر تأخذهم تطلع فيهم جولة، جولة هني في هالبحيرة هذه الحليوة، فيها سمك بعد، معجنات فريج الطيبين، كل زاوية فيها كشكات حق تناول الطعام. ما تلاحظون احنا العرب صايرين ناكل واجد. هذا وها قحطة عيل المفيدي وعبد الحسين عبد الرضا، وياهم سعد الفرج، فريج الطيبين، درب الزلق، مسلسل درب الزلق، جميل جدا. هذه هنا عندكم البساط الاخضر. خليل نبغي نرتاح شوي. نزين راح ناخذ قسط من الراحة وبعدين راح نواصل معاكم التغطية. الهرمين نراويكم شيء مميز يا جماعة الخير. تلاحظون هذا الشيء قدامكم اللي هو العريش، هذا هو العريش اللي لحقوا عليه وعاشوا فيه. تكون طبعا اساسا من سعف النخيل، وهنا مسوى طبعا في المنتزه حق استراحة، ويزين هذا الفانوس لكنه مكسور. قلنا لكم يا جماعة الخير لا تعبثون في أي شيء عام، لا تعبثون بالأشياء العامة لأنها مو ملك أحد، ملك الجميع، مو ملك شخصي، ملك الجميع. طبعا هني تقدر تبسط لك هني أي شيء، ساحية شيء وتقعد هني، مكان مهيئ. هذا واحد، هذا الثاني،
شوف تبسط لك هنا تحت هالمكان تقعد، مكان مظلل جميل. وهذا بعد واحد ثاني على طول المنتزه في هذه العرشان اللي مهيئ لي للجلسة. شوف طاولة هني، طاولة هناك، والقطو هني. تعال كيفك. شوف هذا وايد طويل، هذا حق عائلة. شوف ايش كبره ما شاء الله، حق عائلة هذا. فنتمنى في البحرين يطبق هذا الشيء بعد، شيء جميل. وهذه هي الفوانيس، هاي واحد هاي واحد، طبعا كهربائية. هاي الواير الابيض هني تشوفونه، شيء جميل. وهنا تمتزج لكم النخيل بالسدر عشان نسوي لله. وهذه حاويات النظافة. يلا قاموا يلا. وهذه هي صورة أو مشهد بانورامي للبحيرة. شو رأيكم في هالجلسة اللي على البحر؟ ان شاء الله شوف طاولات كلها تتعمق قليلا في البحيرة. وهناك النافورة. حجة خليل هنا وقت استجمام شوي. هنا ابو حسين مستجم، يقول لك المكان مريح. القطاوة في كل مكان. شوف ترى في سمك هناك. وين رايحين؟ وين رايح؟ علي كان ذكر في مني بعوره في ذا الشيء. ايه سلعية تنفعنا. في قهوة يا شباب، في قهوة.
يا الله. يسمون زهرة واجد كلها يعيطون زهرة جماعتنا لا هذا منظر عام من الأعلى يا شباب لهذا المكان مسرح هني زين وهاي صالة هني إذا في فعالية شيء هذا المكان شوف شلون كراسي طاولات قاعدة بساطة حبار وهذا هو المسرح يقول لك الشعر والتمر يا إحساء عيناك يا سلام شباب يحتوي المنتزه أيضا على العديد من المطاعم والمقاهي المتنوعة والأكشاك حيث يتميز بالطابع التراثي والثقافي الذي تظهر في كافة المناطق بداخلها يستمتع الزائرين بقضاء الوقت في متابعة الأنشطة المختلفة والألعاب الرياضية المتنوعة بالإضافة إلى وجود مناطق خاصة ومراكز للرياضات المتنوعة كالطيران الشراعي وركوب القوارب ووجود مساحات مخصصة للتخييم الشتوي أيضا ولعاشقي الصور والتصوير يستطيعون التقاط أروع الصور لروعة المناظر والمناطق بتلك المدينة الأثرية الرائعة طبعا الشباب يعمل المنتزه طوال أيام الأسبوع من الساعة 12 ظهرا وحتى منتصف الليل شباب انطباعنا الأول عن المنتزه طبعا يصلح حق العائلات والأكل طبعا ما يصير يجيب من برا لازم تشتريه من داخل المنتزه يا شباب ومع هذه اللحظات نختم تغطيتنا لهذا المنتزه منتزه جواثة في منطقة الإحساء شكرا جزيلا للمشاهدة